وفيروسات، هذه الفيروسات طبعا، والحمد لله ايش قدمت المملكة العربية السعودية، كانت هي من اوائل في العالم اللي تصدت لفيروس كورونا. قد سمعت عن دكتور في المرحلة هذه كلها مرجع في عالم الفيروسات، وشفناه وهو قبل ما تجيله كورونا، وكيف كان واحد من الأبطال في وزارة الصحة اللي ساعد الكثيرين، وجاته كورونا والحمد لله، يقول الحمد لله على السلامة. الحمد لله. تعرف من الدكتور هذا؟ اسمه؟ بسرعة. نزار. واحد اثنين. دكتور نزار. أيه. طبعا دكتور نزار باهبري استشاري الأمراض المعدية. أيه. والأمراض الباطنية. شفت انت على السوشيال ميديا صح ولا لا؟ شفت. ايوه شفته. شفته. فيصل انا اعرف انه ما شاء الله تبارك الله انت شخص مميز جدا وشاطر جدا وعندك اهتمام بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات، وهذا يخليك باذن الله عبقري صغير. انا راح اسالك سؤال حقيقه صعب جدا، لكن انا متاكد انه ان شاء الله انت قده وراح تجاوب. عدد لي اثنين من كل مجموعة، نوعين من الفيروسات، نوعين من البكتيريا، ونوعين من الطفيليات. يلا يا بطل. طيب. لحظة. نرجع هنا. عدد لي، خليك مكانك. عدد لي اثنين. اثنين. انت تعرف الفيروسات. ايه. وتعرف البكتيريا. ايه. بس دكتور نزار يقول الطفيليات. جاوب على سؤال دكتور نزار. يلا. طيب ابغى ابدا بالبكتيريا، ستريبتوكوكس وستافيلوكوكس. ايوه. والفيروسات ايبولا. ايبولا. وكمان اللي كلنا نعرفها كورونا. والطفيليات ما يعني معناتها الطفيليات انت ما تعرفها. أيوة. ولا تزعل نفسك، ولا تزعل نفسك. يه. ما عرفت الطفيليات. ما عرفت. انا مرجع في الطفيليات. مرجع. سألني سؤال عن الطفيليات. إيش هو الطفيليات؟ لا سألني السؤال صح. إيش هو أصلاً الطفيليات؟ إن شاء الله بإذن الله هراجعها من كل المراجع وهجي أجاوبك إن شاء الله لما أشوفك مرة ثانية. أهلا وسهلا فيصل، أهلا وسهلا، ونورتني نورتني نورتني والله. شهادة شكر وتقدير من برنامج العبقري الصغير إلى العبقري الكبير بالمعلومات الجميلة الفيصل الغريبي حبيبي. شكرا جزيلا فيصل. تفضل حبيبي. الله يعطيك الصحة والعافية. كنت سعيد جدا 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 بشوفتك وجيتك. ماشي حبيبي فيصل يا عبقري المستقبل، انت ابدعت في الفيروسات وفي البكتيريا اللي هي الاحياء الدقيقة. كل شيء يكون اكبر من شيء في الحجم، فاصغرهم الفيروس يجي اكبر منه البكتيريا، يجي أكبر منه الطفيليات، وبعدين كمان موجود عندنا الفطريات. الطفيليات من أهم الأمثلة حقتهم هي الملاريا والديدان اللي لا سمح الله تدخل أمعاءنا وترجع تأكل من أكلنا. الله يوفقك، حتبدع إن شاء الله في المستقبل.